الإخوان والأخوات الكرام، وأخيرا الفيديو المنتظر والخبر المنتظر بالنسبة للناس اللي دفعوا الكونكور ديال ساعي البريد في جميع المدن المغربية ذكور وإناث. اليوم راه تم الإعلان على الناس اللي تختاروا المترشحين اللي خصهم يحضروا نهار الحد 11/9/2022 في لي ستاجيستيون ديال الرباط. هانتوما كما كتلاحظوا دي ديمونش 11/9/2022 لي ستاجيستيون افيني المجد سيتي يعقوب المنصور مدينة الرباط. غادي تدي معاك هاد الوثائق، غتدي معاك الفوتوكوبي ديال لاسيان الاوريجينال والفوتوكوبي، وغتدي معاك الكونفوكاسيون جوج ديال الوثائق، وغادي تمشي لهاد العنوان ليستا دو جيستيون افيني المجد سيتي يعقوب المنصور مدينة الرباط نهار الحد 11/2022 مع 8 الصباح. راه كاع الناس يعني بجميع المدن عطاهم كونفوكاسيون في لادريس مع 8 الصباح. اذا هذا الجدول ديال الناس اللي تقبلوا راه كاينه 107 ديال الصفحات، كاينه 107 الصفحات، خصكم تقلبوا مزيان الاخوان. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اللي دفع الكونكور وبغى يقلب على سميتو فما عليك الا تضغط على الرابط في صندوق الوصف، انا سهلت عليكم الطريقه. غادي يظهر لكم هذا الطابلو بالفورما بي دي اف، وقلبوا على السميه ديالكم، غتلقاو هنا السميه والكنيه المدينه، وهنا الساعه مع شخص تكون في لادريس اللي موضحين. اللي اخوتي اللي عنده مشكل ما عرفش كيفاش يقلب على السميه ديالو، عنده مشكل في البي دي اف ولا ما عرفش كيفاش يتيليشارجي، خليو لي الاسماء اللي انتوا ركزوا معايا. اللي ما عرفش كيفاش يجبد السميه ديالو او اللي يعرف راسو واش تقبل او لا ما تقبلش، خلو لي السميه والكنيه في صندوق الوصف، وانا غادي نقلب لكم وغادي نحط لكم فيديو من وراء هذا ان شاء الله. غادي نعطيكم واحد المهله تقريبا، واحد نقدر نحطو لكم الصباح بين ما نجمع التعاليق الاسماء ديال الناس اللي بغوني نبحث لهم واش تقبلوا ولا لا، وغادي نحط لكم فيديو نعطيكم جميع الاسماء ديال الناس اللي تقبلوا ذكور واناث. اذا خوتي هادشي اللي كاين، نتمنى لكم التوفيق، الله يسهل الجميع، وهذا هو الخبر اللي بغيت نبارطاجي معكم، ونتمنى كاع الناس اللي دفعوا لهذا الكونكور نتمنى لكم التوفيق والله يسهل لكم، توكلوا على الله ووجدوا المقابله، راه داكشي كيدوز سهل وبسيط. غادي نعطيكم ان شاء الله معلومات كيفاش غادي يدوز المقابله، كتابي وشفوي، كلشي كيدوز سهل ان شاء الله، وتبارك الله عليكم، ما تنساوش بارطاجيو قدر الامكان باش كلشي يستافد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.